نجم الرياضي الساحلي غدوة المباراة نتاعو مع ترجي الرياضي التونسي، شنو حسب رايك انت يعني لابس تو مريول تريكو نتاع ليتوال وكل شيء، شنو رايك غدوة حسب تقريبك عند شكون البارتي وكيفاش باش تتعدى عند شنو ريزولتا؟ توا كنت نقص في التكيات وباذن الله مربوحة وبقدرة ربي راي البرسا نتاع تونس هي ليتوال لا زيد لا ناقص، اي جمعية عندها ما تقول في روحها مرحبا بها. نقول لك الجابون ليتوال شنو تقول؟ يدي نقول لك العالمية ونقول لك باذن الله باش نعملوا خير من الجابون. وتنتهي المحاولة. نجم الرياضي الساحلي غدوة ومباراة نتاعو مع ترجي الرياضي التونسي، شنو هي حسب رايك كتبوا ليتوال وكل شيء، شنو كيفاش تشوف البارتي غدوة؟ والله ان شاء الله باش نربحوها غدوة، خاطر ديجا معناها احنا جويريت معناها خذوا راحتهم الكل حاسيلو، ديجا هما بالرغم اللي يكوروا اي يعطيك الصح هما ديجا معناها كوروا قديش معناها ثلاثة أيام غيب يرتاحوا نهارين عادوا يرجعوا يكوروا وربحنا معناها عملنا مجهودنا وربحنا معناها مش باش تسلم غدوة وباش تكمل للآخر باش تواصل للآخر فهمتني حاسيلو معناها باش تربح حتى لو كان خسرنا ولا معناها نعملوا نيون ما يقلقنيش الجملة. لك ليتوال والجابون شلون تجاوب؟ ليتوال بالطبيعة سواحلية في الدم ليتوال في القلب لهنا حتى ما تفرجش فيها حتى كان ما نشجعوهاش راهي تربح فهمت راهي تربح. نجم الرياضي الساحلي اليوم غدوة بارتينا نجم الرياضي الساحلي وترجي الرياضي التونسي. هاي ريزولتا كيفاش حسب رايك؟ ريزولتا ليتوال ديما في العلي اللي ديما رابح ديما رابح فهمت انا زيرو دو زيرو ديما رابح. ليتوال ان شاء الله مربوحة والله ان شاء الله مربوحة. سلام سلام مرحبا يا معلم. نجم الرياضي الساحلي غدوة المباراة نتاعو مع ترجي الرياضي التونسي، شنو هي تصوراتك للبارتي غدوة؟ تصورات نورمالمون في العمر هذاك باش نجاوبك أنا مسؤول على كلامي نكون، معناها باش نتكلم زوج جماهير باش تسمع، ما نحب حتى مكشخ باش يكراني وما نحب حتى ساحلي باش يقول شبيه يحكي هكا، هذا اللوجيك، راهي بلادنا ماهيش في مرحلة نتاع تحكي على جمعيتك وجمعيته وربحناهم هكا العام وربحونا هكا العام. وتعاركنا معاهم وكسرنا رادس وهم كلاو ترايح في سوسه والحكايات هذوما كل خما نلعبوا الكوره هذه الكوره خم فرهدوا العباد عنا برشا ناس في الحبوسات كي تفرجوا على ماتش كوره يعملوا بون كيف ومكشخين وسواح ليا فرد بيت ويعملوا بون كيف تقعد مصدوم كيف يحبوا بعض التونسي مثلا مربوط في الساحل ويحب الترجي تمركي الترجي يعيط لي في وسط بيت فيها 150 مربوط وما يكلموا حد ويزيد يستفز ويعمل كيما يحب باش يخرجك الشحنه نتاع الحبس ويخرجك الشحنه نتاع الضيق اتسيتيرا فهمت معلمه هذاك هو يلزمنا نكونوا كيما المثال هذا خاطر ماناش في حبس ما دامنا في حريه يلزمنا نحترموا الحريه نتاعنا وزوج جمعيات بقدره ربي ان شاء الله ان شاء الله اللي يخسر يلعب خير من الاخر عندي يعني ماذا بيا اللي يخسر نهار الماتش غدوه هو اللي يلعب خير خلي تتفضل ولا يخرجوا مش نيل برشا خاطر انا جمعيتي ليتوال زاد مش نيل برشا ماذا بينا نربحوا نحن فهمت بتبيع ليتوال باش تربح قداش قداش؟ اه 2 بواحد 2 بواحد عندنا نحن عندنا نحن فما ورق احمر وصفر فما حتى شيء اي بالطبيعه بالطبيعه اذا كان سالتني انا معناها بالطبيعه ساحلي ليتوال باش تربح ما غير ما تقول ما غير ما تتكلم وليتوال اون بليس كو سا السنه ما شاء الله عليها قويه امورها واضحه معناها كي نقول لك ليتوال والجابون شنو تجاوب؟ لا بنيت عمي الجابون طلعت لفوق برشا يلعبونا بمخاخهم مش بساقيهم لانه شعب متحضر ان شاء الله يكون خير خاطر الملاعبيه نتاع وقتها ماهوش ملاعبيه نتاع تو دونك ان شاء الله ان شاء الله يكونوا في المستوى هذاك ليتوال باش تربح ان شاء الله ديما تروى فاهم برا هيك ايه كاو عاد باش نعاودوا لهم 5-1 عادي على الاخر كيما عملنا لهم عملنا لهم 5-1 هاي ليتوال في الدم ليتوال في الدم هاي لنا كاو 5-1